بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. كما كذلك تميزت هذه السورة الكريمة المائدة لطبل السربي بكون ورد فيها تحريم الخمر وتناول بعض اللحوم خاصة الخنزير بالتمام والكمال، والميسر كيف محرم عنا في الأمة. احنا اليوم ما يبطش بالأمة خاصة في رمضان الميسر بلا حساب، قال لك صايم ما دي صايم، هيا تحل شوية ونخدم شوية نحصل شوية من الحرام. قال لي خديت منه المال هو حرامي وانت زدت على ما بيك، لأنك في شهر رمضان الكريم اللي هو كل عمل يكون لله سبحانه وتعالى صدقت في صومك، أنت أكبر العصاة وأكبر مستهزئين بهذا الدين. يعني شريعة الإسلام جات باش تقوم لك ورعك مع الله، تصح ورعك وتردك إنسان عاقل وإنسان تقي نقي في أمبريت في أمبريت من الموت في الوائتر أمبريت بيو أمبريت ديفو ديفو والسلام.